أعتقد أن فكرة الثأر هي ليست بالمعنى الدقي الذي يتعامل معه. لا يقصد بالثأر الثأر المتعارف أنه يؤخذ بالثأر من القاتل للمقتول أو نثأر للمقتول من القاتل. موضوعة الإمام الحسين سلام الله عليه بنص المعصوم أو ما ورد في الأثر أن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، إذن هي لم تتقيد بساعة معينة ولا بوقت معين ولا بزمن معين ولا بمكان معين، فكل أرض فيها نصرة الحق على الباطل هي كربلاء، وكل زمن يكون فيه الانتصار للحق على الباطل هي تعتبر عاشوراء.